الله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم عن إظهار الحروف المخفية. هسه احتاج منك وصف القراءة الأبيض اللي هو قراءة الخشب عشان نرفعها. وراح نشوف الدرس الآن. طبعا بدون هذا هو الغراء. أقوم سحبه عن طريق الاسكوجي. فتظهر الحروف شفافة على ظهر السطح مع سرعة خفيفة كذا، يعني مو كثير. انتهيت الآن من سحب الغراء على الشاشة الحريرية. الآن أبدأ بوضع الألوان. هذا لون أكريليك، ألوان معتمة طبعا. ممكن أستخدم ألوان شفافة اللي هي الأحبار بأنواعها المختلفة. أقوم الآن بسحبها بالسكوجي. طبعا اللون حيملي الفراغات اللي حول الحروف، فبالتالي راح تظهر الحروف من خلال الألوان المجاورة. هذه بعض النماذج لأعمال سابقة، ودعواتكم. دقيقة كده شوي. أنا مقطع لنفس التجربة السابقة.